اروحوا نديروا روتين نهار كامل. اول حاجه بيان سور كما راكم تشوفوا ميته بالعياء نط. حاجه الاولى اللي نديرها ندير دائما ستريتشينغ على جال ظهري عندي بروبليم. من بعد نفتح كاع التواقي باسكو الضوء الشمس ضروريه. ومن بعد هذيك نروح ندير لي تريتمون تاع الوجه تاعي اللي عارمه ويدوا لي بزاف وقت النيتواياج دو بو الغسيل لي كريم واحد 15 دقيقه باش نكمل. بعد ما نكمل كاع لي تريتمون تاع وجهي انا راح ندخلت الحوايج ما عنديش ميم با ساش لانج. عمرو راسكم رفدت الزربيه تاع الصلاه طويتها رفدت يعني هذوك الحوايج اللي راكم تشوفوا فيهم كاع منشورين هكذاك في فوق الكراسه باسكو مازال ما شريت والو بنات ما عندي والو في الدار هذه. راني نشارك معاكم كلش من بدايتي يعني هذه اصلا ماشي دار ستابل. لميت القش اللي غسلته ومن بعد هذيك رحت نخمل شويه الكوزينه درت لاتاي في الكسرونه ما جاش كاع بنين وما من نعناع جاب لي ربي غلط نعناع ما جاش فيه الريحه يعني ما جيش لاتاي من عنا. المهم قعدت ننظم في الكوزينة شوية رتبتها درت الماعن في اللافيسال كما راكم تشوفوا يعني التنظيم تاع الدار على بالكم باللي مع صباح ياخذ وقت ولكن انا من النوع اللي نحب كلش مرتب. على بالكم انا اذا الدار كانت مرونه هكا وماشي مخمله مليح نحس بضيقه في النفس ديالي ما نقدرش نعيش في التروان. كما قلت لكم كملت حطيت كاع صوالحي في الغسال باش يتغسلوا ومام طون كنت قاعده نخمم واش ندير في العشاء. راني تقريبا يلزم نروح للسوبر مارشي نقضي دونك بعد ما نكمل كاع صوالح الدار اوبليجي نخرج نروح نقضي شويه صوالح من السوبر مارشي ومام الحال برد في قطر دونك على هكا نظن بلي يلزم نشري حوايج شويه دافين باسكو ما جبت والو. كيما على بالكم كنت في غانا وغانا على العام درجه الحراره فوق 35 اما هنا فالجو راه فريمون بارد والايام الجايه راح يبرد اكثر. كملت كما راكم تشوفوا نحط لي زاسيات في بلاصتهم الكيسان في بلاصتهم يعني التخمال تاع الكوزينه سا برون دو طون والحمد لله عندي لاز بيسال باسكو انا نكره نغسل ما عندي يديا نكره. ومن بعد جا وقت القهوه باسكو مازالني عيانه ميته وخرجت لكم كاع متنجفه شربت معاكم قهوه ما عرفت كليت لي فراز هذو بنان الصباح هذاك واش كان حاب وضربت القهوه شميتها عندي هاد الطبيعه دائما نشم القهوه قبل استمتعت بها شويه. ومن بعد رحت نخمل الشومبره تاعي بالعقل نسقم في الفراش نرتبه ننظمه نحب الدنيا كما قلت لكم دائما مرتبه ومنظمه. من بعد رحت نستيكي روحي كما راكم تشوفوا خاطرش راني خارجه لازم نستيكي وداك الشعر كاع راه متشنكك فما شوفوا الدنيا كيفاش رتبتها ونظمتها بعد ما كانت مرونه كامل. واش رايكم فيها بنات واش زعما فيها نعرف نخمل ولا او برك طبع برك خلوا لي في التعليقات الا نعرف نخمل ولا كاش حاجه. بون خليت هذاك الساشي فما نسيته والله راني سقمت روحي فهمت روحي رفدت وهكذا هذا هو الشكل النهائي تاع الدار بعد ما خملتها ورتبتها. واش لبست هذا واش لبست وراني خارجه للمول في جوله في واش اسمه هذا المول فاندوم مول قريب على لوزيل وين راني. دخلت عند زارا لقيت بزاف الغوج داير الحال عبالكم بلي نموت على الغوج. ومن بعد رحت عند بول ضربت شوكولا شود مع اون تارت وهنا قاعده نوري لكم في روحي وانا نشرب ونهرد في الريجيم وشريت هذا الصوالح كيما راكم تشوفوا. بعد ما شاركت معاكم كامل واش درت النهار اليوم يعني ملي نط حتى وليت من القضيان رانا رايحين نديروا فيديو واحد اخر نوري لكم واش شريت مستحضرات تاع البشره بنات يهبلوا. حبيت جوست نشارك معاكم اليوم كيفاش جوزت نهاري في المول. كي كنت في المول ما صورتش. علاش ما صورتش؟ باسكو فرانشمان حكمتني القنطه. قولوا لي علاش حكمتني القنطه. كي كنت في المول شفت واحد الاماراتي ولا مش اماراتي رانا في قطر واحد القطري ولا سعودي ما عرفتش نفرق بيناتهم لحد الان صراحه ما نفرقش مليح ما بين الخلجان. كي يكونوا لابسين يعني هذاك الشماغ تاعهم اذا بيض نقول قطري اذا داير اكارو نقول سعودي. بصح كي يبداو يجوعوا كاع هذوك تاع الخلجان ما نفرقش نظن برك العمانيين اللي مختلفين شويه. المهم البنات قال لمرته ولا صاحبته ولا ما على باليش المهم كانوا زوج نساء قالها قولي لي شتبين تحت امرك تبين 10000 5000 قولي بس. هرجل 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 يا البهلولات هرجل
الراجل هكذا يلزم تكون عنده هرمون الذكورة عالي، يلزم يهتم بالمرأة ديالو. المهم كما قلت لكم البنات، شوبينج كان مريح سموث، بصح البلاد فريمون 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 عالية. وشنو انا اضطريت نشري شوية صوالح باسكو بريميرمون لابو تاعي ما راهيش مليحه، في غانا اهملتها لمده شهر، وعلى هكا شغل تدهورت الصحه تاع لابو ديالي. ثاني حاجه راني حابه ندير روتين يرجع لي هذاك الجلو، ولقيت واحد لي برودوي راهم يستعملوهم لي كوريان، لقيتهم هنا بون كاينين في الطليان، البخي تاعهم زايد شويه في قطر، يعني كل حاجه الصراحه غاليه هنا في قطر. شريتهم وقلت نجربهم معكم، من بعد شويه ان شاء الله راني نصور فيديو المشتريات والانبوكسين تاعي النهار اليوم من قطر. الريحه ثاني شريت اللي خلصت لي، ومن بعد شريت شويه مواكل من عند بول، بصح ما درتش جروسري شوبينغ، راهم خاصيني بزاف صوالح بصح ثقال، قلت خلي نديرهم اونلاين. هذو صوالح اللي بزاف بزاف ملاح في الخليج وفي مصر وفي تركيا، انه تقدري تكوموندي اونلاين من لي سوبر مارشي ويجيبولك. في الطاليان كاين ولكن ماشي مستعملينها بزاف، الديليفري في دول الخليج ساهل وبون هنا يخلصوا غالي شويه، ولكن مثلا في مصر ولا ماشي غالي بزاف. كما قلت لكم البنات، نهاري كان نوعا ما قضيان وتخمال. خلوا لي رايكم انتم في التعليقات، قولوا لي كيفاش تجوزوا نهاركم انتم. كما انا مازال طياب برك، بصح ما رانيش رايحه نصور فيديو طياب. اذا يهمكم تشوفوا واش نطيب ولا واش نوجد العشاء ايتوسا، خلوا لي في لي كومونتير نصور لكم فيديوهات واش طيبت اليوم. باغ اكزومبل راني رايحه ندير بولي في الفوغ، ومن بعد نقريه في الزبده، ابخي ندير دي بوم دو تيغ رونديل، وندير اون بتيت كريم او بيستاش مع شويه طوماطيش وشويه شلاضه، ان ذات سيت، يعني بلا غورمي كما نقولوا، ماشي على الجيريان، باسكو ما عندي طواجن، ما عندي لي زيبيس، ما عندي الكسكس، ما عندي والو باش نطيب الجيريان. دونك راني نخدم لي بلا اوروبيان ولا لي بلا غورمي اللي يكونوا ساهلين بامكانيات قليله او ميم طون بنان. وعلى بالكم بلي حنا لي الجيريان عندنا جو قريب بزاف الجو تاع طاليان تاع فرنسا، يعني ما كليتهم تعجبنا اسبانيا، ما كليتهم تعجبنا، يعني الجو تاعنا قريب يتقبل هذا المواكل. دونك راح نطيب هذا النوع من الاكل، بالك نصور لي ستوري تاعي هذوما في انستغرام. تابعوني واستناو الفيديو الجديد اللي راني رايحه نديرو دوك شويه نصورو وحدو، ما حبيتش نديرو مع هذا الفيديو تاع روتيني تاع اليوم، يعني هذا الروتين البسيط اللي حبيت نشارك معكم نهاري فيه. كاينه حاجه وحده اخرى قبل ما نخدم الفيديو، بديت نحوس خدمه وراني رايحه تقريبا نبدل الدومين، باسكو ما رانيش حابه نخدم في لي بيرو، كرهت من خدمه البيرو offices ديغوتيت. كاين اون اوبورتونيتي اذا صحت لي، واذا قدرت كيفاش نديرها راني نشاركها معكم، باش اون كاجيتو القطر ولا تي يظهركم اذا ما كومش حابين تخدموا الخدمه يعني في المكاتب. صح مازال ما على بالي لا الصالير، ما على بالي كيفاش، الحاجه الوحيده اللي على بالي انهم يسحقوا لي لونغ، وانا عندي بلوس دو كات لونغ، دونك نقولوا الحمد لله. المهم بنات ما تمخلوش علينا بلايك شير سبسكرايب، ونشوفكم يا إما غدوة بفيديو المشتريات يا إما بعد شوية، ما على باليش على حسب الوقت، وروحوا إن شاء الله نهاركم زين ومبروك. سلام.